بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة منير للتعليم. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الرايتين، خاصة وأن بزاف ديال التلاميذ كيكون عندهم مشكل نهار الامتحان كيديروا يكتبوا الرايتين، والأمر كيتعلق بكتابة رسالة أو رسالة إلكترونية، كتكون رسالة عادية أو رسالة إلكترونية. غادي نشوفوا إن شاء الله واحد الموضوع مقترح وعليه غادي نخدموا المنهجية إن شاء الله باش نقدروا نديروا رسالة في أحسن الظروف وبأسهل طريق. نبدأ على بركة الله. عندنا رايتين، موضوع write an email a letter to someone كما بغى يكون شي واحد كما بغى يكون in which you invite him to visit Morocco. اكتب رسالة إلكترونية أو رسالة عادية إلى شخص فيها in which you invite him to visit Morocco، يعني فيها تدعوه إلى زيارة المغرب. هذا غير موضوع مقترح، يقدر يكونوا مواضيع مختلفين، لكن إذا كانت عندنا المنهجية وكانت عندنا الطريقة غادي يكون عندنا الموضوع سهل. أول حاجة خاصنا نبدأ بها هي الإطار. دائما ملي كيكون عندنا رسالة، كتابة رسالة سواء إلكترونية أو رسالة عادية، خاصنا نكتبو، خصنا هذا الإطار نرسموه ونسطروه بقلم ومسطرة في الورقة ديال التحرير ديال الامتحان. من بعد خصنا المنهجية ديال كتابة رسالة. هنا كنجيو على اليسار الفوق كاع في هذا المربع كنكتبو تو، يعني إلى، وكنكتبو الإيميل ديالو أو الجيميل أو العنوان ديالو إذا كانت رسالة عادية. من بعد from، يعني من يعني شكون اللي كاتب هذه الرساله. انت هنا من الاحسن ما تكتبش السميه ديالك ولا شي حاجه اللي كتدل على الهويه ديالك، لانك في امتحان يقدر يحسبوا هذا الموضوع ملغى لانك كتبت سميتك. تقدر تدير مثلا غير xx@gmail الى اخره. مهم هنا المرسل، وهنا المرسل اليه. زيدوا هنا تاريخ، دائما رحنا خدامين في الجهة اليسرية الفوق. تاريخ كنبداو بالنهار مانداي 2 جون الشهر، النهار شحال فيه، يعني والتاريخ 2020. هذا فيما يتعلق بالتاريخ. بالنسبة للسبجكت هو الموضوع، يعني شنو باغي من هذه الرسالة. هذه الهدف ديالها اللي قلنا هو invitation to visit Morocco، يعني دعوة إلى زيارة المغرب. من بعد ننتقلوا للمرحلة الثانية، هي نبدأ نهضروا مع هذا السيد أو نكتبوا له الهدف من الرسالة. هنا كنديروا دير عزيزي، إذا كان لمحوا لنا أن السيد السمية ديالو ولا شي حاجة كنديرو السمية بحال جون، ولا إلى صديقك كنديرو فراند. لكن إلى ما كانش ما معروفاش السمية واش راجل ولا امرأة كدير سير سلاش كدير مادام في نفس الوقت، لكن إلا كنت عارف السمية كدير جون ولا إلى آخره. أي سمية أعطوها لكم في السؤال. ما تنساوش هاد الفصيلة هذه لانها ضروريه، هذه هي اللي كتكون حتى هي كتكون في المنهجيه ديال كتابه ايميل او رساله. نبداو بالباراغراف. قبل ما نكتبوا الباراغراف لازم علينا نخليو واحد الفراغ ديال تقريبا جوج مربعات بالنسبه للدفتر، لكن كتكون عندنا ورقه ما فيهاش المربعات، تقريبا سنتيم ونص حتى لجوج سنتيم باش نبداو الباراغراف ديالنا. ودائما كنبداو بماجيسكيل كيكون حرف كبير. كنقول مثلا I'm writing to you this email ولا letter، على حسب شنو عطاوكم. الى عطاوكم letter ديال letter، الى عطاوكم email كتب email. Because I want to invite you to visit Morocco. لاحظوا هذه كتبتها بلون مغاير، تقدروا تبقاو تبداو بها دائما حيت ما عندهاش يعني متعلقه بشي رساله خاصه، تقدر تكتبها دائما، والموضوع هنا كيختلف على حسب نص الموضوع اللي عطاوكم. من بعد منتقلوا للفقره الثانيه، نفس الشيء كنخليو واحد الفراغ ديال جوج مربعات ولا جوج سنتيم على حساب
على حسب الرغبة ديالك انت. مهم نخليو الفارق ديال جوج المربعات كنديرو firstly يعني بداية. firstly حتى هي تقدروا تبداو بها، راني درتها بلون مغاير. I want to tell you that my country is beautiful. أريد أن أقول لك أن بلدي جميل. And you will like it. وستعجب به. Morocco has beautiful mountains. في المغرب هناك جبال جميلة وبحار أو شواطئ. Where you can enjoy and have rest. يعني فين تقدر تستمتع وتلقى الراحة ديالك. كنتقلوا للباراغراف الأخرى نفس الطريقة. لاحظوا معايا مزيان، كتلاحظوا لي باراغراف دائما كندخلوا شوية على اليمين، واحد جوج مربعات ولا جوج سنتيم. من بعد ملي كنوليو للسطر كنوليو لهنا للقنت، كنقولوا سكندلي فيرستلي هي اولا، سكندلي هي ثانيا، او من بعد ذلك الى اخره. Moroccan people are so kind. الشعب المغربي لطيف. And they respect others culture. ويحترمون ثقافة الآخر. They will welcome you as you like and appreciate. يعني غادي يرحبوا بك كما بغيت وكما كتفضل. الباراغراف الرابع كنديرو finally يعني واخيرا. I'm waiting for you to visit me in Morocco. انا انتظرك لتزورني في المغرب. As soon as possible يعني في القريب العاجل. تقدروا ديروا ثلاثة ديال لي باراغراف ولا اربعة، يكونوا جمل بساط انتما، ماشي شي جمل طوال ولا شي حاجة. في اخر مرحلة كنجيو على اليمين كنكتبوا your faithful friend. هنا خليوها خاوية وما تسنيوش، هي في نورمالمون. ملي كنجيو نكتبوا ايميل ولا رسالة كنكتبوا السمية ديالنا هنا وكنسنيو لتحت، لكن في امتحان ممنوع تكتب شي حاجة اللي كتبت الهوية ديالك، وإلا غادي يكون الموضوع ديالك ملغى. تقدر تكتب your faithful friend، دير نقط الحذف، المصحح غادي يكون عارف شنو كتقصد. المهم ما تثبتوش الهوية ديالكم. نتمنى نكون فدتكم بهذا المثال. كاين مواضيع اخرين كيتحطوا في الامتحان، لكن تقدروا تبعوا غير نفس المنهجية، وان شاء الله غادي توفقوا في كتابة رسالة. من بعد ان شاء الله غادي ندير كيف تكتبوا موضوعا فيه مقدمة وعرض وخاتمة. ما عليكم غير تابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على المتابعة ديالكم.